للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. مساء الخير أستاذة سونيا، نتكلم في البداية عن اليوم الأخير، لا شك أنه حمل العديد من التوصيات التي ستساعد المملكة في النهوض بالاقتصاد الوطني، فما هي أبرز هذه التوصيات إن تفضلتي؟ مساء الخير. أولا طبعا الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى على رعايته الكريمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فعاليات الدورة 18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والدورة 3 من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار اكتمل اليوم بحضور أكثر من 1800 مشارك ومن أكثر من 80 دولة. ودنا طبعا أول شيء نشكر كل اللي حضروا هذا المؤتمر وساهموا في نجاحه من مشاركين ومتحدثين وإعلاميين والذين ساهموا في نجاح هذه الفعالية وتوصيلها إلى المستوى العالي اللي وصلت فيها. أهم التوصيات اللي تواصلنا إليها من خلال هالثلاثة أيام هي لابد من التركيز على النواقص التي تفتقر إليها دولنا العربية، وأهمها الاهتمام بقطاع التعليم للوصول إلى ثورة صناعية رابعة. ثانيا يجب تطوير التقنيات لتعزيز ثقافة الابتكار والريادة. ثالثا يجب أن تكون للدول العربية خارطة طريق تؤخذ في عين الاعتبار لرفع كفاءة العاملين والاستثمار في الطاقات البشرية. أيضا حث الشركات المختلفة بأن تطور من أدائها والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وهذا جدا مهم إذا إحنا نبي المؤسسات والرواد الأعمال يتواصلون في نجاحهم، وهذا بيكون دائما بدمج الابتكار في أعمالهم. أيضا ضرورة تغيير طرق التفكير لتكون قادرة على استيعاب التسارع الكبير الذي يعيشها العالم اليوم. أخيرا على الدول العربية تبني التوجه للاقتصاد الرقمي والحث عليه. نعم الأستاذة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.